وظيفة بتصحيح مسابقات مجلس الخدمة المدنية. نحنا كنا بمسابقة مهمة بالإلكترونيك، اختصاصي صيانة. كبسنا على هيدا هو اللينك. نحنا عم نتابع في فيديو سابق، هذا هو الفيديو الثاني. يمكن بقى هون عم نشوف هذه هي المسابقة، مسابقة في إلكترونيك القدرة واللواقت. طيب نشوف تاني اكزرسيس، اندولور ادو تيريستور ان سيري، يعني انفرتر لبلبو انه معمول من تو تيريستورز ان سيريز. فالمطلوب الرسمي و functioning principle مع analyse mathématique des équations. فعنا إيكواسيونات، عنا إيكواسيونات بأناليز ماتيماتيك. يعني حقيقة هون التلميذ بيكون أو اللي عم بيقدم على المسابقة بيكون كتير سريع، بده يكتبهم على السريع و يعني الله بعينه. فورم دي سينيو، وتاني بعدين بيقلك كيف شكل الرسمات رح يطلع، signals signal form و usage أو الابليكيشن. فهيدا نبلش سوا بالشيما الرسمة. شو هي الرسمة؟ حقيقة فتشت كتير أنا لحتى لقيت هاي الرسمة. للأسف ما كانت مني، يعني هيدي هي. هيدا نكبرها شوي، هيدي هي. هي عن اتنين تيريستور. إذا بدكم ان سيريز، إذا بدي واحد يعتبرها ان سيريز اوكي، لأن هاي هالقطعة وهالقطعة ما بعرف اني يمكن لا سيريز ولا بارلل، بس على كل الأحوال هي هون operation of basic series inverter. فإذا حدا بيعتبر هيدي الرسمة مش هي يقلي لو سمحت، لأنه بتكون عم تساعدني وتساعد غيرك. طيب على كل الأحوال، فإذا رسمة، هذه هي الرسمة، هيك نشوف نجاوب عليهم واحد واحد. ومبدأ الشغل كيف بيكون؟ مبدأ الشغل هون السيد يلي شارح هي هذا الزلمة أنكيت بان مهم. هذا الزلمة من سنة ونص، من سنة ونص حاطط هالارتكل، معناتها الموضوع حيوي لسبب ما. يعني حتى اذا بتطلعوا هون بالانفرتر وينه، اذا يلا باور انفرتر، هو باور انفرتر. فاذا بتطلعوا هون اذا ما لقيتها بصراحة انا هالرسمة، لقيت رسمة تانية فيها بريدج هيك منظرها مثل البريدج. هلا هيدي ما اشبه شي يعني، بس هيدي بس بيز على ترانس فورمر، فينا نقول هيك. بس انه الفكرة هي فكرة سويتشينج، الفكرة هي سويتشينج، هي فعلا هيك. شو الانفرتر؟ ما هو انت عندك دي سي سورس، وفعلا هيدي كتير يعني كرسمة هيدي كتير واضحة مهضومة، يعني انه مظبوط. ما هي وعلى اساس السويتشينج، ف على ما بصير في تغيير بالسويتشينج، يعني صار في فريكونسي معينة اللي هي اسمها لك السويتشينج فريكونسي، اللي هي بتوصلك ل مثلا alternating current متغير. وهي انا هون عم نكبر الامبليتود تاعه بواسطة هيدا الترانسفورمر. فهيدا البيزك ديزاين، مشكورين ويكيبيديا عليهم. هلا هون هلا هيدي اوكي، هيدي بواسطة هاي الشقفة اللي من اللي هيدي شقفة من ترانسفورمر يعني. فهيدي مثل فيدباك اذا ماني غلطان. فهيدا اللي هون ما لما هيدا مثلا بيعمل، هو هيدا اللي ببلش. اذا قلنا مثلا هاي الشقفة بتبلش، ساعتها بتأثر بهاي وكمان بتأثر بهاي، فبرد فيدباك، بوقف برجع التاني بيشتغل وهيك. طبعا
بدأت أدقيق أكتر، بس إنه هاي بعتقد هاي الفكرة. كل الأحوال عم بيكون في عنا، ما عم تكون هون ما عم تكون كتير نظيفة يعني، هون عم يطلع معنا هيدي مزبوط، طلعت مزبوط، هاي طلعنا مبدئيا سكوير ويف يمكن. على كل الأحوال لو كانت سكوير ويف فهي مجموعة هارمونيكس، هارمونيك كتار، فنحن مبدئيا بنحب الساين ويف، نسيت نعمل وراها فلتر أو شيء لحتى نتخلص. هذه هو البريدج يعني، هذه الرسمات الموجودة بويكيبيديا. هلا تلاميذ الإلكترونيك بيكونوا عندهم يعني الكورس تاعهم بيكون المفروض يكون في أستاذهم يكون جاب لهم سيرة عن، وهيدي 3 فازي يعني 3 فيز أو 12 بالس، مش بعرف بين 3 فازي كأنه. طيب ريكتيفاير اند انفرتر بالس نمبرز، على كل الأحوال الارتكل مهم. طيب فالفكرة انه الحمد لله اللي حظيت بهالارتكل هاي اللي هون. طيب فهلا هيدي لزيتها هالسكيماتيك، هيدا اول شي ما في ترانسفورمر يعني منيحة، مش انه انا عاطلة بلا ترانسفورمر، اللي بده يحط ترانسفورمر بيحط بعدين، هي من هيدي منها مشكلة يعني. فهون اللود مفترض بهيدي انه اللود معمول ريزيستيف لود على الحل. اذا بدكم يعني هيدي شوي نقطة ضعف هلا، بس انه يعني بده ينتبه الواحد على الابليكيشن اللي بده اياه. حتى حنشوف هلا بعد شوي في ريستريكشن على الار، انه ما فيها تكون الار كتير كبيرة، اكبر من ريليشن مع هول ال والسي وهيك. تحديدا ما لازم تكون الار سكوير، ما لازم تكون يعني هيك، لازم هيدي الار سكوير تكون اصغر من 4L على سي. كل ما كبر السي كل ما احسن يعني، كل ما صار عندك الهامش اكتر، بس عم تكبر كاباسيتور ما بعرف. هلا واحد اذا بتكبر كاباسيتور يعني صناعيا انا ما بشوفها شغلة عاطلة، انه في كاباسيتورات فيك تكبر منها شغلة عظيمة بحسها، ما بعرف. عفوا بدك تصغر كاباسيتور، بدك تصغر كاباسيتور ليصير عندك الهامش احسن بالار. فا اوكي هلا هون بدك تصغر كاباسيتور وتحافظ على فولتج عالي، هون بتصير القصة يمكن، هون بصير شوي غالي الكاباسيتور اذا ماني غلطان. بدك تكبر طيب هون بدك كمان تلف ويندينج اكتر، فبدك تعمله بطريقة انه هكا الاحبال. طيب هيدي من وين اجت يا شباب؟ هيدي كان اساسا في هلا اليوتيوب فيديو، كمان انا مبسوط انا بعمل فيهم ريسيرش يعني حلوين، فيكم هيدا هو اللينك فيكم تشوفوه. حقيقة بيشرح على الار ال سي سيريز، هو بس بياخد الرسمة بس من دون تي ريستورات، اوكي يعني من دون هاي عنده اي دي سي وبس، عنده هاي وهاي وهاي هول التلاتة وبيكون عم بيشغل يعني، بس هول التلاتة بتشوف الرسمة كيف هو مهتم بالرسمة. فكأنه عم يرسم الكارنت، بس عم يرسم الكارنت يعني كأنه عم يرسم الفولتج اكروس اللود. ف بياخد تلات، حقيقة في عنا تلات احتمالات ماثماتيكلي حتى بتبين كتير شغلة حلوة. بنعمل الديفرنشال ايكويجن، فهيدا فيديو تاني اذا بدكم كمان مهضوم، هيدا هو اللينك اللي مهتم. فهيدا تقريبا على الدقيقة 12 وشوي بتذكر، كان حاطط معلومات مهمة. اوكي فهيدي تقريبا هيك هي الدفع. هلا هون السيركت هون فارقة معه شوي، هو السيركت اللي عملها هيدا الزلمة هون عامل ال R وال L وال C كلهم parallel مع بعض، ولكن ال differential equation فكرتها هي هاي تقريبا. وهلا رح يحط ورقة قدامكم فيها المثمة، هيدي هي بالضبط الورقة. هاي ورقة مهمة لأنه بياخد ثلاث احتمالات فيها، خلينا نعمله 28. اوكي فبيقول لك اذا ف
يعني هيدي الايكويشن، هيدي الديفرنشال ايكويشن كتير اساسية، كتير مهمة. ف هلا كيف هيدا الكونستانت بيطلع معه حقيقة ما بعرف. مبدئيا مش عارف كيف طلع معه هالكونستانت اي، تابعوه بتشوفوا كيف طلع الكونستانت اي. بس مهم، ما بدي اخرج عن الموضوع. اللي بدي اقوله مختصر مفيد انه هيدي مثل تقريبا يونيفرسال، يعني بهالمجال هيدا ار وال وسي مع بعض. بكون عندك انت الفا، 2 الفا، وعندك اوميجا سكوير. هيدا الاوميجا هي بسموها بلساسيون بروبر، او النورمال بالحقيقة، يعني بسموها هيدا الزلمة هون سميها نورمال دبليو ان، اوميجا ان هي النورمال انجولار فريكونسي او شيء هيك. فهي ذاتها هي الاوميجا اللي هون، هي بتساوي اوميجا سكوير بيساوي 1 على LC. ولكن هذا مش هو الاوميجا الفعلي اللي نحنا بس بدنا نحلها. بس بدنا نحلها بكون عندنا 3 احتمالات، اكس اوف تي، اكس اوف تي، اكس اوف تي. حقيقة هو هيدي بحلوها بس السنة أولى جامعة، بيعمل حد يحل، أو حتى بالآخر سنة بالمدرسة بيعلمون إنه في شيء اسمه ايكواسيون كاركترستيك، كاركترستيك ايكويجن مثل من هاي. فمنحلها هيدي بتصير سكند ديجري ايكويجن، ايكواسيون سكند ديجري. ف بحالها بيطلع له دوراسين تو روتس، ممكن يكون شيء ايماجينري منهم وهيك. فبالحالة اللي ما بيكونوا ايماجينري بيكون عندك اول جواب، الحالة اللي راسين دوبل بيكون التاني، والحالة اذا في ايماجينري ساعتها بيكون هيك. هلا بأول حالة الرسمة بتطلع عاطلة كتير، ولا بتطلع منا سينوزويد أصلا، والتاني كمان منا سينوزويد، وتأثير الدامبينج قوي فيها، أو مش بعرف إنه منا سينوزويد على كل الأحوال. بالتالتة في سينوزويد، أوكي، ما هي هيدي كي وان وكذا وهيك، هيدا في سينوزويد ولكن مأثر بالدامبينج فاكتور اللي هو اي ماينس ألفا تي. فهيدا الألفا اللي هون هو 2 ألفا، ف 1 على 2 RC هو اذا بدك الدامبينج فاكتور. هيدا نشوفه هون بالارقام الفعليه، مورجيني وين الدامبينج اوميجا، هيدا بسموه ما بعرف اللاتر شو اسمه، كساي. انبدا ار على 2 ال، ار ار لا وين الكساي، وين الكساي، الكساي مبين هون معه. هيك نشوف هو لازم يكون كاتبه، يمكن انا ما انه حاطه، بس اللي بيتابع هذا الفيديو ببين معه الكساي وينه. مهم هو شيء فاليو، بلا ار على 2 ال، هون شو طالع معه الالفا، لا 1 على RC. لا انا شاكك شوي لانه هون هيدي الايكويجن مش هي ذاتها تاعتنا، انا بهمني بس هيدي، كنت الفت لكم نظركم، عجبتني هاي بس. اوكي طيب، فهون عنده كساي هو خاص فيه هون، يمكن نشوفه. فعلى كل الاحوال بالحاله الثالثه اللي بيكون فيها سينوزويد هيك بيكون منظرها بتطلع بتنزل وبتضعف تضعف تضعف مع الوقت، ولكن بتقدير الفريكونسي ما بتقل، يعني المسافه البيريود من هون لهون هي ذات المسافة، هي ذات البيريود من هون لهون، يعني بيريود واحدة بعتقد. لأنه هيك مبينة هون بيريود ما بتلعب، هون بيريود ما بتلعب، بفتكر ما بتلعب هاي، ضلها هي ذاتها، لأنه هيدي كلها ذات شايف هيدي هالترم اللي هون هيدا بينضب. إذا فيك تعملو إنه نفس الأوميجا الجديد اللي هو راديكال الاوميجا سكوير ماينس الفا سكوير تي زائد فاي، بتزيد له فيز، ساعتها بينضب هذا كله، بس بيحافظ على اوميجا ثابته. الاوميجا هذه ما حتتغير لانه هيدا الاوميجا الان، هيدا ان الناتشورال فريكوانسي بضل هي ذاتها، ناتشورال انجل فريكوانسي، والالفا الدامبينج فاكتور هو ما عم يتغير كمان. وبالتالي هيدي بس بتضعف، الامبليتود بتضعف بسبب مين؟ بسبب هيدا الفاكتور الاي ماينس الفا تي. مع الزمن انت عم تمشي مع الوقت ساعتها بضعفه دامبينج تيرم. هيدا حتى نشوف الحالة الثانية،
هيدي الحالة اللي بيكون في عندك انت لينير، اللي بيكون عندك جوابين مثل بعض، يعني هي بالضبط تاني وحدة هون. أما أول وحدة، أول وحدة هي over damped، أوكي. نحن الحالة اللي مهتمين فيها اللي هون هي كانت under damped. under damped هيدا هو شرطة. نشوف يا شباب، هيدي الألفا R على 2L. هذا هو الدامبينج فاكتور، هذا الاكساي اللي هون، و ار على 2 راديكال سي على ال. اذا فاذا مش هو ذاته هذا، اوكي مش هو ذاته هذا. انا كنت شوي منتظر هالشيء لانه اصلا الايكويجن اللي هو عاملها، قلت لكم هيدي السيركت اللي هذا الزلمه عاملها بهالفيديو مش هي ذاتها اللي بدنا اياها، اللي بدنا اياها فعليا هي هاي بتلاقوها بهذا الفيديو، اوكي. فأنا بتمنى إنه حدا من المهتمين هيك، تلاميذ زيك اللي بيحبوا يشتغلوا وكذا، يحسنوا على هالفيديو، يعمل فيديو تاني يظبط كذا، يكتب لي كومنت تحت، يعمل لي لينك، لأنه هيك أحسن بحس. إذا نشوف الكساي إذا هون هو حاططها، هاي لا بلا هيدي هي الكساي، هي هاي. فهون الكساي بيكون أكبر من واحد، معناتها أوفر دامت، مانا شغالة منيح، مش هي اللي بدنا اياها. يعني قصدي بقول احنا بدنا هاي، اوكي. فهذه هي الفكرة، هذه بالنسبة لانه كيف بدنا نحلها. بنجي لهون برنسيب بعد ما حكينا بالبرنسيب دو فونكسيون انه كيف بيشتغل. هون برنسيب دو فونكسيون ثلاثة مود، عندك مود 1، اوكي الزلمة هون حكيها بالتفصيل، مود 2 مود 3. باختصار اول حاله ما بيكون هيدا شغال، بيكون هيدا شغال كيف بتعطيه هون، بده كارنت، بده ضربه كارنت، او بعتبرها يمكن ضربه فولتج هون يمكن كمان، اكيد على الارجح هيشغله. فبس هيدا يدور ساعتها، بس خليني اقول، خليني انظم شوي الافكار. طيب يلا شوي شوي بنتناقش بالمواضيع. فبس هيدا يدور ساعتها، هي البطارية ما هون بوزيتيف هون نيجاتيف ما بتتغير، فصار كأنه بس دي سي مع هول التلاتة، يعني صار بالضبط الموضوع اللي عم بيصير عنا هون، اوكي. نحنا مهتمين بس بهالميلة هي من هون لهون بس، اوكي. هلا بس هو يجي هيدا بده يفتل، لانه هيدا الكرنت بيرجع بينزل، كانت بينزل، يعني صار الكارنت اول مره كان كانت جاي بهالاتجاه هيدا بالميلة اللي احنا مهتمين فيها اللي بهاي الميلة، بس من هون لهون بكون الكارنت جاي بهيدا الاتجاه تاعنا اللي احنا مبسوطين فيه هيك، يعني عم ينزل هيك نزول مثل هيدا، مثل ما انه انديكيتد على الرسمة هون. فبس لو بده يبرم الكارنت وجهه ساعتها الفولتج اللي هون بفتكر هون بده يصير اعلى من الفولتج اللي هون، ساعتها هيدي بتطفي لحاله، اوكي. ساعتها هيدي بتطفي لحالها. ما هو هذا امتى بوقف؟ لما انت بتعطيه فولتج معاكس، لما انت بتعطيه فولتج معاكس، لما الفولتج اللي هون بصير الفولتج على الكاثود تاعه بصير اعلى من الفولتج على الانود تاعه. هذا الجيت شو بدنا فيه؟ الجيت نحن بس بنعطيه بس اول لحظة صغيرة، بس اول ضربة بس لحتى يدور، بعدين نتركه يدور لحاله خلص، ما بنتدخل فيه. فهيدا رح يطفي لحاله لما الفولتج هون يصير اعلى من الفولتج هون. وبيناتنا انا شايفه شغله انه مهمه، انه انت عندك دي سي، اوكي، ودي سي فولتج، واز بلحظه من اللحظات تلاقي الفولتج اللي هون صار اعلى، انه ما انا شغله بديهيه، اوكي. ولا حتى هاي بحد ذاتها منها بديهيه، يعني انه يطلع لك شيء سينوزويد هيك، منظر سينوزويد تقريبا وعم يطلع وينزل هيك. على كل الأحوال، فلما بده يجي الكارنت يبرم وجهه ساعتها هيدا بيطفي. هلا بس هيدا يطفي، عنا هيدا مش تلقائيا رح يدور. هلا إذا قلنا ليش مش تلقائيا رح يدور، حقيقة أنا فكرت بهالموضوع. هلا التيرستور
الثيريستور مش دغري اذا بتعطيه فولتج مثلا هون على الانود اكبر من فولتج على الكاثود دغري بدور، لا مش دغري، لانه في عنده ثريشولد لازم يتخطاه. اوكي، فمش عارف اذا هالشي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار او لا. لبل يا شباب، لا بلا، يجب ان يؤخذ. ليش؟ ليش يعني حتى من البداية لما كان هيدا داير وهيدا لا بالحساب؟ طب ما هيدا داير شو يعني؟ مبدئيا ايدلي يعني بشكل مثالي من بعد ما دار الفولتج حواليه، رح نفترض انه فولتج كتير صغير، من بعد ما دار لازم اللي ما عم يفهم علي شو عم بحكي لازم يروح على هاي على التايرستور اللي هون ويشوف الرسمة تعيده كيف معمولة. لازم الكاركترستيك اكويجن يكونوا مش حاطينها للأسف. ايوه هيدا هي مبلا، هيدا هي، هيدا هي صح. فنحن بس نتخطى الثريشولد فولتج المعين هون، بس نتخطى هيدا الفي بي او، ساعتها بعدين بيصير بيتصرف مثل دايود عادي، بيتصرف مثل دايود عادي. فانت لتمشي او بدك تعطيه او بدك تعطيه لطش هيك انه تعطيه كارنت بالجيت، ساعتها الكارنت بداخل الجيت فلحتى يصير يشتغل مثل دايود، ساعتها بيقلع. اذا كان الفولتج على الانود اكبر من الفولتج على الكاثود ساعتها بيقلع معك. بس اذا ما اعطيه الكارنت بالجيت بده يصير البتا بحاجة تتخطى الفي بي او لحتى يشتغل. معناتها بدك تتخطى الفي بي او لحتى يشتغل. معناتها شو اللي خلاه انه تي 2 ما يدور لما كان تي 1 داير؟ انه الفي بي او تاع تي 2 كبير. اوكي، انا ما في عندي، في عندي هون مثل سوفت وير مهضوم اسمه اوبن موديليكا، نزلوه مثل السيمولينك اللي بيعرفوا ماتلاب، مثل السيمولينك اوبن موديليكا كونكشن اديتور، هذا فري مش هيك انا نزلته. وعملت رسمه شوي تجريبيه وهيك بس ما زبطت معي لانه كنت عم استعمل بلس فولتج. انا بعتقد السبب كان بلس فولتج، ما كان مش هو لانه اصلا نحن ما بدنا فولتج على الجيت، نحن بدنا كارنت. اوكي، بس على كل الاحوال فلنشوف هون الفولتج الثريشولد حقيقه لحتى يدور ما بعرف اذا اسمه فورورد بريك ثرو فولتج، عاملينه هنا 100 فولت. اذا كان هيدا هو فشفتوا قديش الرقم بيكون كبير. ريفرس بريك داون، لا فولتج ايكوفالنت فورورد، بلا ريفرس بريك ثرو فولتج، كمان في ريفرس بريك ثرو. هون انا عملت الكوندكتنج فولتج في تي ام، ما اعرف اذا هيدي قصده هي كوندكتنج، ما اعرف، اتامل انه حدا يساعدنا هون. اوكي، انا مش حفوت بعد اكتر من هيك بالاوبن موديليكا، بس انه على كل الاحوال هيدا نشوف شغله بس مهضوم ورجيكم الرسمه كيف طلعت. ريزيستور، حقيقه الريزيستور الكارنت تاعه طلع هيك، هلا هون نزل طلع والاحمر نزل طلع، تقريبا مثل الرسمه اللي طلعت معه لهيدا الشاب اللي هون، نفس الرسمه تقريبا. اوكي، بينما هيدي شو بدكم فيها؟ هيدي انا كنت عم برسم الفولتج تاع الكاباسيتور، قلت يلا بدي ارسمه بدي افهمه اكثر. هلا هيدي ما حنتناقش فيها هاي بعد شوي، فبنرجع لوين؟ نرجع لهون. فاذا هيدا ما بيدور دغري لحتى نتخطى الفولتج الفي بي او تاعه، ونحن ما حنتخطاه يعني مبدئيا ما حنتخطاه، مشان هيك في ريستريكشن بالسيركت بدكم تنتبهوا لها باختيار القطع. اوكي، باختيار الفي بي او تاع هيدا القطعه المناسبه، ما يكون في بي او تاع واطي مثلا يعمل لك مشاكل. ليه؟ لانه اذا اثنيناتهم داروا مع بعض معناتها صار عندك شورت سيركت على هاي، معناتها العاد بسلامتك بالنسبه للبطاريه اللي هون. طيب منكفي. فبس الكارنت يبرم بالعكس، افتراضا الفولتج اللي هون اعلى من الفولتج اللي هون، هيدا ما حيدور، وكمان هيدا ما راح يدور. اوكي، هيدا خلص، هيدا بيطلع برا، وهيدا يمكن بلحظة من اللحظات
بيكون الفولتج هون بيكون الفولتج اللي هون يا شباب، بيكون الفولتج اللي هون انه في فولتج هون ولكن ليس كافيا ليدوره كمان. لا عفوا، مش عم بعمل، ليس كافيا لا يدور ال T2. اوكي، هات نشوف. رح نقول الفولتج اللي هون هو شو، هلا هو لحظة شوي، لا مع الفولتج اللي هون ما بيتغير، بس لحظة لحظة، لا في شيء انا عملت مغالطة. هلا الفولتج اللي هون حتى لما الكرنت بيبرم وجهه الفولتج اللي هون ما بيتغير، هو اي دي سي، هو اي دي سي بضله، هذا غلط مني بعتذر، اللي بضله اي دي سي ثابت ولو انه الكرنت برم وجهه. ما عملكم مش هيك شغلة، منا كتير انتويتيف يعني للناس اللي مثلي، يعني انه على قد يعني معلوماتهم، على قد حالهم يعني، خلينا نقول هيك. فلما الكارنت حتى لما الكارنت بيبرم وجهه مش معناتها انه بعملكم، هي شغلة شوي منا يعني غريبة انه كيف الكارنت، كيف كارنت عم يمشي بالعكس بالوقت اللي انت عندك في دي سي هون. اذا انتم مش شايفين شغلة غريبة ما بعرف، وهي صح اكيد صح، يعني انه هن هول، هي الكومبينيشن بين ال L وال C وال R هن عم يعملوها لهاي، عم يطلع عندك كارنت بالعكس. اوكي، على كل الاحوال ايه، فال نرجع لهون، فالفولتج اللي هون بضل هو اي دي سي، هو اي دي سي. ولكن هون نحن قايلين شغلة، قايلين لما الكارنت بيبرم وجهه فهذا بيطلع برا. هلا انا بحسها هي منطقية بصراحة، عادة هي الفولتج بيقولوا اذا ماني غلطان، بيقولوا لما الفولتج يبرم وجهه، يعني لما الفولتج هون على الكاثود اعلى من الفولتج على الانود بيطفي، بس كمان اذا الكارنت اجى بده يشتغل بالعكس فاكيد هذا كمان بده يطلع برا، انه ما حيقدر اصلا، هذا بيعطي اتجاه واحد كارنت. اوكي، فهذا خلص طلع برا، يعني طفى، يعني بالحساب طفى. طيب بالحساب يعني انقطع السيركت هون. انا ماني شايف مبرر لحتى هيدا يدور هلا، الا اذا بدنا نحسب الفولتج بهاللحظه شو كان، باللحظه اللي طفى فيها الفولتج لمين، بهالميله هاي. بس حقيقه هن هون يمكن ما ناقشوها. فيا شباب، بكل الاحوال هيدا ما عنده مبرر ليدور. اوكي، فكمان مبدئيا هيدا برا برا. طيب هلا هون بدنا نترك شوية وقت هيدا المود الاول، المود الثاني بتتركه شوية وقت، مش دغري بعطيه كارنت لهيدا لحتى ادوره، بترك شوية وقت لحتى هيدا يطفي بالكامل، اسمه ال تي اوف اذا بدكم او شيء هيك، اسمه تي تيرن اوف تايم، ايه تيرن اوف تايم اوف ذا اس سي ار. اس سي ار يعني سيليكون، ما بعرف شوفوها هون مكتوبة هون. طيب اس سي ار يعني هو تيريستور، بس يمكن يسمى الاس سي ار لما بيكون باور تيريستور، يعني هو هيدي السيركت تستعمل بالباور، يعني هون تستعمل انت تيريستورات بيحملوا كارنت، بيحملوا شيء باور مرتب. طيب ليه؟ لانه اصلا نحن مثل ما شفتوا هون بهيدي، نحن اصلا فينا نعمل انفرتر، يعني انا في احسن ما خبركم شو الانفرتر من البدايه، يعني نحن بنكون عندنا دي سي وبنطلع اي سي سينوزويد. ف ايه، فشو بدنا نقول، نسيت شو الفكره اللي كنت عم اقولها. ايه، على كل من شويه وقت لحتى نطفي، شويه وقت لحتى هيدا يطفي كليا، بعدين بعد ما نتأكد انه طفى بعطيه هون هيدا كارنت، بيكون هيدا الكاباسيتور مشرج بالعكس، بيعود بالتشريج تاعيته، بيقوم بصير بفضي بهالاتجاه هيدا هيك، هيدا طبعا برا، بفضي بهالاتجاه هيدا طبعا بحسب الكارنت المعاكس، على اساس انه يعطيني هيدي النزلة، هاي النزلة طبعا. هلا اذا هيدا التيرن اوف تايم كان قصير، وهي شغلة كتير منيحة انه هيدا بدنا نعمل فاست سويتشينج اذا بدكم،
اوكي، وحتى هيدا كمان فاست سويتشينج حتعرفوا بعد شوي. فبيطلع منظره بيطلع قريب لبعضه، البي كيو كل ما قرب لبعضه صار منظر الرسمه، هيدي هي الرسمه، بصير منظرها مثل جود سينوزويد، يعني سينوزويد منيح. وهيدي هي الفكره. بيرجع بعدين لما بيجي الكارنت بده يبرم راسه بالعكس، كان هيك، هلا بلحظه من اللحظات بده يصير يبرم بالعكس. هي طبيعه السيركت اللي هون ال سي ار. ف بيقوم هيدا بيطفي بيطلع برا، كمان بننطر له شوية وقت لحتى مش غريب بعطيه كهرباء لهيدا، بنطر له شوية وقت لحتى هيدا شو اسمه، حتى هيدا يطفي كليا يطلع برا. برجع مرة تانية بعطيه هيدا بالس وبدوره، بيقوم مرة تانية برجع بيطلع لي هيدا اللي فوق، وهكذا دواليك وبيطلع منظره سينوزويد. فإذا هيدا الجي 1 هي الجيت 1. فهذا الجيت 1، هذا الجيت 1 انت بتعطيه هون كارنت لحتى هيدا يدور. بيرجع بعدين هون بتعطي انت هذا الجيت 2، الجيت اللي هون بتعطيك لحظة كارنت لحتى يدور لك التي 2 من بعد ما يكون هيدا طفى. اوكي، وهيدي الرسمة شوي بتشوشر. هذا الاي سي، هذا الفولتج اكروس الكاباسيتور حصرا اللي هو من هون لهون، اخدين احنا انه معتبرين اخدينه انه في من هالنقطة ناقص الفي اللي هالنقطة. اوكي، هيك احنا عاملينه. فهلا هون بتلاحظوا شغلة غريبة، انه احنا بلشنا بفولتج، كان صديقنا الكاباسيتور كان عنده فولتج نيجاتيف. مين عمله نيجاتيف؟ بعتقد نحن عملناه. انا بعد ما تأملت بالسيركت هذا اللي طلع معي. ليه؟ لانه ليكو اول شوفوا منظره كيف كان نيجاتيف هون بارتفاع معين، خلينا نقول هذا كان عنده معبى كاباسيتور، يعني كان معبى شوية كهرباء. ف شو بدنا نسميها، اي سي، هو سماها اي سي، سماها اي سي، انه كان معبى اي سي بس بالقلب طبعا، انه من ناحية البوزيتيف نيجاتيف معاكس لاتجاه الكرنت الاول. بعدين هيدا بيجي بيطلع 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 بيطلع، بس الفولتج تاع الكاباسيتور يصير يساوي الفولتج الاي دي سي، بس الفولتج تاع الكاباسيتور يصير يساوي الفولتج اللي هون، ساعتها بقي عندك الفولتج تاع ال كيف احسن شيء نعمل الفولتج تاع ال كمان نفس الشيء هون، هيدي ناقص هاي، والفولتج تاع ال ار وهاي ناقص هاي، فبصير الفولتج تاع ال اجباري قد الفولتج تاع ال ار. ولكن بهاللحظة هاي بيكون إذا بدنا نحللها شوي، هلا هو أهون علينا لو بداية الكاباسيتور كان صفر، لو فاضي كان كنا قلنا هيدا بس هيدا يفول انرجيتيكلي هيدا عبى، مش هيك؟ فبس هيدا عبى انرجي، ايه مزبوط، بس هيدا عبى انرجي، الانرجي اللي بقلب هيدا هي مبدئيا صفر. اوكي، اذا فرضنا انه هيدا عبى على الماكسيموم، افترضوا معي انه هيدا عبى على الماكسيموم تاعه، فالانرجي لهيدا بتكون صفر. اوكي، على اساس انه هالتنين ببدلوا انرجي، ومين بيضعفهم؟ ال R، هو بيضعف، يعني هو شغلته يضعف، هو يعني هو اساس الدامبينج. فهو اتنين بيبدلوا بين بعض، فهذاك بس هيدا يكون مفول على الاخر، هيدا بيكون ضعيف على الاخر. وهالشي بنشوفه بالرسمة هون، لما كان ال EC بيساوي EDC، هلا هو ما مفول على الاخر، بس للحظة خلونا نفكر انه هو مفول على الاخر كان. فاذا كان هيدا مفول على الاخر، ساعتها الفولتج اللي هون، ساعتها الانرجي اللي هون بكون معبي، والانرجي اللي هون صفر. وهيها شوفوا، لانه مش الفولتج صفر، انما الانرجي صفر. ليه؟ لانه هي لحظه شوي، شو عم بحكي انا، هي هيدا الفولتج تاعه هيدا الفولتج تاع هيدا هو ال دي اي على دي تي، بس الفولتج تاعه بصير صفر لانه هيدا هون بيك.
ما بعرف، بدي حدا من الشباب هيك كمان يناقشني فيها. طبعا بس هون بلا هيدا الفولتج بهاللحظة، الفولتج هيدا هون زيرو، ال دي اي على دي تي، اذا هون الفولتج زيرو لانه هيدا بيك، اذا هيدا الفولتج اللي هون قد الفولتج اللي هون، معناتها هول روحوا بعض، هذا الاي دي سي والاي سي روحوا بعض، واذا هيدا زيرو يعني كمان هيدا زيرو، اذا هيدا زيرو يعني تسمون الاي زيرو، بس مش هيك الموضوع. انا ما بعرف، حاسس في شيء مش منطقي. كيف بدنا نلاقي لها حل، نلاقي لها هيك شي مخرج لحتى نحلها. الحقيقة أنا بشوف المخرج المنطقي إنه نكتبها هيدي الإكويجن بشكل نظامي كتير، هيدي الإكويجن اللي هون نكتبها بشكل نظامي نظبطها، أو نحلها بشكل نظامي حتى نفهم هذا. بس إذا بدنا نجرب نفهمها، وطبعا إذا افترضنا إنه هون كل الرسمات صح، بعرف بركي إذا حدا بين معه شي يحللها ويخبرني. إذا أنا حللتها شي مرة رح أرجع يعني رح أرجع أحكيها إن شاء الله. إذا انا ما بعرف، ماني متأكد اني رح ارجع احللها، بس اذا برجع بعمل فيديو تاني يعني بناقش هالافكار هاي التساؤلات. طيب على كل الاحوال بهاللحظة هيدي الانرجي، ان هيدي الاي بكون اي ماكسيموم، معناتها الانرجي اللي هون بتكون ماكسيموم. وشو هي قاعدة الانرجي هيدا؟ نص سي يو سكوير، بيكون عنده انرجي مخزنة منيح انرجي، نص سي يو سكوير لانه عنده يو على اساس هو بهاللحظة عبى هون، يعني عنده يو مهمة. على كل الاحوال لازم شوي نفهمها هيدي دورة تبادل الانرجي بيناتهم. هيدي بتساعدنا لنفهم الرسمات. طيب ف بتمنى حدا يعمل فيديو مرتب على الموضوع ويظبط وكذا، ويكتب لي كومنت يقول لي انه شوف الفيديو هيك، خلينا نتناقش بالموضوع. طيب رح كفي معكم، فاذا رح افترض هلا هو الرسمات صح، ما حفوت بالتفاصيل اكتر من هيك، بس انا بس عم اوضح بس هالرسمة شو هي. هو هون عم بيقول كلام كتير مهم وغريب، عم بيقول انه هذا الاي سي الفولتج تاع الكاباسيتور بيوصل مش بس للاي دي سي، بيوصل حتى فوق الاي دي سي، بيوصل للاي دي سي زائد الاي سي اللي هي زائد هيدا الاي سي اللي كانت هون اذا ماني غلطان. بلا هي ذاتها مثل ما كانت بنزول، كمان بنرجع بنشوفها بطلوع فوق ال فوق ال هيدا. وانا هون الفولتج اللي قال مش عارف اذا هاي النزله كمان ايه، قال هو الفولتج تاع الاندكتنس تاع الكويل او هذا، فكمان عندها نزله وكمان عندها طلعه، يمكن تكون فوق الاي دي سي كمان، وشغله غريبه يعني. اوكي انا على قد ما شفتها غريبه فمش هناك فتحت الاوبن موداليكا حتى اورجيكم هاي الرسم. هلا مثل ما حن انسوا هلا موضوع التيريستورات، اصلا نحن هون برسمتي اللي طالعه معي مش اخذ من بعين الاعتبار التيريستورات ابدا. يعني اذا بقول له الباز فولتج ارسم لي اياه الكارنت تاعه مثلا، هلا انا اعطيت بالسات بس يمكن 3 ملي امبير، المهم بلا تعديل انسوا موضوع هاي، بس خلونا نركز على فكره انه كيف الفولتج تاع الكاباسيتور بيطلع فوق الاي دي الفي دي سي. خلونا نجرب بعض الارقام. شو عملت انا قبل شوي لحتى
ايه اعطيته initial value. اذا هيدا بعطيه initial value 0 مثلا. اوكي هيدا نعمل simulation. فاذا هلا ما كان مخزن كهرباء ابدا، وبدنا نشوف الرسمة. هلا هيدا ال VDC تاع البطارية، هلا بنشوفها قديش هي. بتشوفوا رسمة كتير حلوة للكارنت، بيوصل لكارنت منيح يعني 2.2 امبير، والفولتج تاعه على 3.16 تقريبا، على 3.16 او 12 عم يوصل لأربعة ونص فولت. بالنسبة للسورس اللي هون كم فولت انا عامله؟ 5 فولت. اوكي يعني تقريبا عم بيعبي كله، فينا نقول تقريبا عم بيعبي، تقريبا عم بيعبي كله. ويرجع بينزل وبضله بوزيتيف، ها بضله بوزيتيف على معدل، على معدل بوزيتيف. شغلة مهضومة يعني، يعني بتستاهل الواحد يجربها. على كل الاحوال اهمية هالسوفت وير اوبن موديليكا انه بتجرب فيه على السريع حتى من دون ما تكتب الاكويجن اذا بدك. انا مشان هيك انا ما كتبت الاكويجن، فقلت يلا بجرب. بينما انا لاحظت شغلة، اذا بعطيه فولتج للكاباسيتور، اذا كان مخزن هو كهرباء من البداية، فرضا مخزن ماينس 2. اوكي هذا مخزن هلا صار ماينس 2، ولا مش عارف اعملها بلس 2، خليها ماينس 2. وهذا الفولتج بعده 5 فولت. هلا المفروض الكاباسيتور يمكن ينط لسبعة فولت. وشوف الكارنت، يمكن ما بعرف اذا الكارنت بيعلى او بيوطى. بعتقد بيعلى، بعتقد بيعلى. واو شوفوا على الرسمة، الكار هيدا كان ببلش بتناقص 2. الان انا اعطيته ناقص 2 وزي 2، حتى نشوف. انا اعطيته ناقص 2. طيب فنط للستة. اوكي كان قبل 4.5، نط للستة. اما الكارنت ليك ما احلاه، نط للأربعة. طيب هي شغلة حلوة، شو كلفتنا يا شباب؟ ما كلفتنا سوى انه شحنه بالعكس، شحنه بالعكس. ليه؟ لانه هلا انت، نحن قلنا مهتمين نحن بس بهالميلة، بس طلعة بس بهيدي، انه طلعت الكارنت من هون لهون، وصلك للأربعة امبير فرضا. نحن بس مهتمين بهيدي من هون لهون. اوكي بكون هيدا شو مشاحن على الماكسيموم. رسمة حلوة هاي، بكون هيدا شاحن على الماكسيموم. فنحن هون طفى اول السي ار وبده يشتغل هلا تاني تيريستور. بعد نفترض انه دغري هلا بده يشتغل فرض، على اساس انه انستنتينيوس دغري بيطفي. طيب بده يدور التاني ساعتها، هلا بينزل نفس النزله لتحت نفسها، مش بينزل مضاعفا، لا مش انه ضعيف دم، ما عليه دم، ما انه متاثر كتير بهذا، فبينزل نفس النزله لتحت، يعني صار سينوزويد منيح وبيرجع بيطلع. وانت طلعته وصلته لاربعة امبير، يعني انت عطيته باور منيحه، كله بس بواسطة انه انت شحنت الكاباستور تاعك بالعكس. انا هيدا التبرير اللي شايفه، هيدا هو القيمة الحقيقية لموضوع انه نشحن الكاباستور بالعكس. شحنوه بالعكس وشوف النتيجة اللي بتحصل عليها، انه بتحصل على باور عالي، سينوزويد ماكن. بينما اذا شحنته من الصفر لا حول ولا، فاذا اعطيها هلا زائد 2، فهلا بتشوفوا انه ضعف. اوكي الكارنت هلا صار انجع، عم يوصل للنص امبير. الكاباسيتور راح على المعدل تاعه اللي هو تقريبا على حوالي 2.5. انا عامل استيميليشن 20 ثانية بس ما بيأثر، فقرب على المعدل تاعه وعم يطلع وينزل انجأ. فهو الظاهر بحب يحافظ على معدله الى حد ما. فهذه هي الفكرة اللي انا حبيت اوصلها، وهذا هو شوي شوي بفهمني انا انه ليش هون بلش ب اي سي نيجاتيف. فحقيقة بواسطة اوبن موديليكا فقدرت اني شوي افهمها.
والحمد لله رب العالمين. فأنا بحب إنه حدا يعلق على المواضيع وهيك، إنه حدا يتابع وراي حتى نعمل شي مرتب. أناليز ماتيماتيك عليكم أنتم، ديز إكواسيون دليتكم على الفيديو، فورم دي سينيو هذا أشكالهم، اوتيليزاسيون الاستخدامات مبدئيا موجودة هون الاستخدامات. ابلكيشن هن الابلكيشن مثلا دي سي باور سورس، عم بيقول لك هون انه منيح لتحول هاي المكنه، هي مكنه شوي غاليه. The electricity can be at any required voltage. ف انت عندك دي سي، بتعطيه دي سي وهون بيخرج لك اي سي. هون طبعا هيدي معدل تكون بطارية سيارة، فبيجي بيخرج لك اي سي. غالية أو رخيصة ما بعرف، كل واحد على حسب كفاءته. بالنتيجة it can operate AC equipment، فيك تدور عليه AC for mains operation or rectify to DC، يعني أو من بعد ما أنت تحصل على AC بصير فيك ترجع تعمله rectification لتحصل على DC بعيار تاني بفولتج تاني. فأنت بدل ما يكون 5 فولت input بصير فيك تعطي 10 فولت أو اللي هو. يعني هذه هي الفكرة. ومبدئيا يعني بكون أنا شوي حليت هذا الاكسرسايز تو، وأتمنى لكم التوفيق.